ضيفنا القادم المهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الحديث حول ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في فبراير والاحتفالات بالأعياد الوطنية ضمن التوفير. الاحتفال بالأعياد الوطنية يعد أمر مهم ينمي الانتماء والحب لهذه الأرض في أبنائها، ونستذكر فيها هذه الأيام تضحيات أبنائنا هذا الوطن المعطاء على مر السنين. زميلتي أماني. بالضبط عزيز، لكن الاحتفال يعتبر أيضا اليوم مسؤولية على كل مواطن يرد الجميل. طبعا من خلال هذا الموضوع نرحب بالمهندسة خديجة عبد الرضا مشاري، رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. يا هلا ومرحبا فيك مهندسة خديجة، نورتنا ودائما متألقة كالعادة. أشكرك أختي أماني وأشكركم على هذه الاستضافة. حياك الله وأهلا وسهلا فيك مهندسة خديجة. نتكلم عن مظاهر الاحتفالات الغير مسؤولة اللي تهدر فيها كميات كبيرة من المياه، نتكلم عن هذه المظاهر اللي تعتبر مو محبذة، شلون طريقة أن احنا نتفادى هذا الموضوع؟ طبعا الاحتفال بالأعياد الوطنية مثل ما ذكرت حضرتك في المقدمة هي من الأمور اللي ننتظرها من عام إلى عام، ويعني الأعياد الوطنية هي مناسبة نفتخر فيها جميعا ونستذكر فيها إنجازات وطننا العزيز الكويت وإنجازات الديرة هذه اللي ما بخلت علينا بولا شيء، ودائما كانت هي الداعم الأساسي لكل مواطنينها ووفرت لهم جميع سبل الراحة. لما نتكلم اليوم عن الاحتفال بالأعياد الوطنية، الاحتفال بالأعياد الوطنية مؤخرا فقط أظهرت فيه بعض الظواهر نقدر نقول الغير مسؤولة، وهو من خلال استخدام المياه وهدر المياه بحجة الاحتفال بالأعياد الوطنية. اليوم أنا بالبداية حابة أتكلم، اليوم الماء اللي أنتم تهدرونه بالأعياد الوطنية كأشخاص وكأفراد، هذا الماء اليوم علشان يوصل لكم، في أحد عارف هذا الماء علشان يوصل له شنو المراحل اللي قاعد يمر فيها؟ نعم. اليوم قطرة الماء هذه اللي هناخذها من البحر وتدخل عندنا في قطاع محطات القوة وتقطير المياه في من خلال وحدات تحلية المياه لإنتاج المياه المقطرة، ومن ثم إلى محطات الخلط والمز في قطاع تشغيل وصيانة المياه في الوزارة لخلط هذه المياه وإضافة الأملاح والمعادن المناسبة لها وتعقيم المياه، ومن ثم نقل هذه المياه إلى محطات أو نقدر نقول مجمعات المياه اللي تنشئها اللي ينشئها عندنا قطاع مشاريع المياه، ومن ثم في عندنا يتم تخزين هذه المياه بالخزانات الأرضية وفي الأبراج العلوية اللي يتم إنشائها كذلك من قطاع المشاريع وإدارتها من قطاع التشغيل، ومن ثم إلى الشبكة المائية في دولة الكويت. جميع هذه المراحل اللي تمر فيها قطرة الماء من البحر لين توصل إلى المستهلك أو إلى العميل في بيته، وبالتالي شفتوا حجم الجهود في صح. كل قطاع أنا ذكرته، وأنا أصريت أني أذكر القطاعات لأهمية هذه القطاعات وأهمية دورهم في صناعة المياه، وكذلك ما بأنسى قطاع التخطيط والتدريب في مركز تنمية مصادر المياه اللي يقومون بالمحافظة على جودة مياه الشرب. فهذه المياه اللي قاعد توصلنا اليوم مياه ذات جودة عالية، مياه صالحة للشرب والاستخدام بشكل آمن. هذه المياه بدل ما احنا نستخدمها في الامور الاساسيه لها، احنا ما نقول حق العملاء والمواطنين والمقيمين انه يعني والمستهلك بعد بالضبط، احنا ما نقول لهم انه قللوا من استخدامكم الاساسي ولا من احتياجاتكم الاساسيه للمياه، احنا اللي نقوله ابتعدوا عن الهدر، وبالذات الهدر في الاعياد الوطنيه من خلال هدر المياه بالاحتفالات واستخدام المياه من خلال تعبئه البالونات ومسدسات المياه ورش المياه، لان هذه الظاهره ما كانت موجوده في السابق، هذه الظاهره ظهرت مؤخرا ونتمنى انها تختفي من احتفالاتنا بالاعياد الوطنيه. نعم، دام تكلمتي عن هذا الموضوع ايضا مهندسة خديجة، خلينا نتكلم عن أثر هذه الاحتفالات أيضا على البيئة. بالضبط، اليوم احنا لما اذا نتكلم على البالونات هي مصنوعه من المواد البلاستيكيه، وهذه المواد كلنا نعرف انها غير قابله للتحلل الا من خلال عمليات كيميائيه معينه تمر فيها وفيزيائيه. نعم. ف
البالونات هذه مضرة للبيئة، وكذلك المخلفات اللي تكون موجودة في الشوارع بعد الاحتفال بالأعياد الوطنية وتأثيرها على البيئة. وكذلك أنا أحب أتطرق لنقطة أخرى، ما ذكرت الحين جهود العاملين هي مو فقط جهود فردية، وكذلك مقدرات مالية كبيرة تدفعها الدولة لإنتاج مياه الشرب وإيصالها للعملاء. فجميع هذه النواحي، النواحي البيئية، النواحي الجهود الكبيرة، الجهود البشرية والمقدرات المالية، وأيضا في نقطة مهمة جدا، اليوم إحنا ديننا من وازع الديني الله سبحانه وتعالى حثنا على عدم على الابتعاد عن الإسراف والهدر في كل شيء في الحياة. نعم. وبذلك مورد الماء، اليوم الكويت تعتبر ثاني أفقر دولة في مصادر المياه الطبيعية، احنا ما عندنا إلا مورد مياه البحر، والكويت أمنت احتياجاتها من المياه خلال 70 عام اللي فاتوا من خلال تحلية مياه البحر. نعم. فهذا الموضوع يستحق ان احنا نسلط الضوء عليه ونركز عليه في مثل هذه الايام، ونقدر نقول ان نخلي ظاهرة استخدام المياه للاحتفال بالعادة الوطنية تختفي. نعم. احنا طبعا نثني على وجود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دائما في حفظ الماء والكهرباء في دولة الكويت. تكلمت في البداية عن الجهود الكبيرة في كل القطاعات المخصصة في شبكة المياه. إذا نتكلم الحين على موضوع مهم اللي هو أهمية المياه، وشنو يصير الأضرار المتسببة إذا هدرنا المياه في هذه الفترة بالذات. اليوم أنا بتكلم على كميات، يعني إذا بنتكلم على اليوم التانك اللي في البيت عندنا، تانك الماء حجمه يكون دائما يتراوح ما بين 1000 جالون إلى 2000 جالون. الوزارة تتكلف لإنتاج 1000 جالون بما يقارب من 5.5 دنانير إلى 6 دنانير، وأحيانا في حال كانت أسعار الوقود مرتفعة، أسعار النفط مرتفعة، فيكون تصل تكلفة الإنتاج إلى 10 دنانير للألف جالون. تدرون أن الطفل اليوم إذا بيستخدم مسدس الماء، مسدس الماء قنينة المياه اللي تكون موجودة في مسدس الماء هي تقريبا 500 ملي، فالطفل كم 500 ملي يحتاج خلال 4 أو 5 ساعات احتفال بالعيادة الوطنية؟ هذا إذا طفل واحد بعد. طفل واحد نتكلم، احنا نتكلم طفل واحد، الطفل واحد يحتاج تقريبا 30، يعني الطفل واحد يحتاج إلى 15 لتر من الماء. إذا قلنا 300 طفل فهم يحتاجوا، يعني راح يستهلكون 1000 جالون إمبراطوري، يحتاجون نص تانكي البيت أو تانكي كامل. فإذا بنقارن الكميات هذه اللي تهدر من المياه، في عندنا حسبة بسيطة سويناها بالوزارة، تقريبا كمية المياه المهدرة بالعيادة الوطنية تكفي 15000 إلى 20000 وحدة سكنية من استهلاكها للمياه بالكويت لمدة يوم واحد. شفت شلون زميلتي أماني؟ يعني بصراحة شيء الواحد لما يسمع كذي يضيق خلقه بالفعل، يعني حرام الواحد من خلال هدر المياه بهالطريقة وبهالصورة، الواحد ممكن يعبر بأي طريقة جميلة أخرى، ولكن يعني من خلال هذه الطريقة اللي ممكن أن أنت أيضا يعني تضر فيها الكثير، وغير هذا هدر كبير للمياه مثل ما تفضلت. يمكن البعض ما كان يعرف هذه المعلومات، ولكن الحين بوجودك حتى احنا صدمنا. يعني لو انا احنا نثني على جهودك اليوم، حتى لما ذكرتي في البدايه عن المراحل الكامله من لما توصل حق المستهلك مراحل انتاج المياه، من جهد كبير وتعب كبير فعلا. اذا لما نتكلم الحين على موضوع مختلف، الحين لما انا الحين ابي اوعي، ارسل رساله توعويه حق الساده المشاهدين، حق اللي قاعد يتابعون الحين من خلال تلفزيون دوله الكويت القناه الاولى، هل بس التوعيه تكون فقط انها من دافع وطني اني انا ما اهدر الماء، ولا اكثر لازم اوعي اكثر من دوافع مختلفه من امور كثيره؟ طبعا احنا اليوم لان نحتفل بالعيادة الوطنيه، بدايه بدينا بالدافع الوطني، وثم ذكرت لكم المقدرات الماليه اللي تتكلفها الدوله، الجهود البشريه، ودخلنا في الوازع فكذلك في الجانب الديني وعدم الهدر. اليوم انا بتكلم عن الشعوب المحرومه من المياه. اليوم في عندنا حسب الدراسات نقدر نقول الاحصاءات اللي موجوده عالميا، في 2.8 مليار شخص بالعالم يفتقرون للمياه الصالحة للاستخدام، ما عندهم ماء عذب أو مياه صالحة للاستخدام إنهم يشربونها ويستخدمونها. فإحنا لما نشوف إن في شعوب بالعالم واصلة إلى هذه المرحلة
من الفقر المائي وعدم توفر المياه الصالحة للاستخدام، وفي شعوب قاعد تفقد أرواحها بسبب عدم توفر المياه، وإحنا نهدر المياه في حجة المتعة والاحتفال. فالجوانب عديدة. نعم. أنا أبي أذكر شغلة كذلك بالنسبة لكميات المياه المهدرة. اليوم بلانات المياه في أدوات، يعني الموضوع تطور، ما يتبلونة مياه والطفل يعني يأخذ بلونة كل بلونة على حدة ويعبيها بالماء. لا، اليوم صار في مثل أجهزة تعبي 30 بلونة أو أكثر من 30 بلونة بأقل من دقيقتين. تكون مجموعة كبيرة من البلونين. نعم. هي مثل جهاز صغير يتم تركيبه على صنبور المياه، يعبي أكثر من 30 بلونة. طبعا هي هذه بالحزمة الواحدة، العلبة الواحدة فيها 3 حزم. أنا صراحة يعني شريتهم عشان أكتشف شنو الأنواع اللي موجودة بالسوق. إذا كل بلونة تأخذ من 150 إلى 200 ملي من الماء، وكل طفل كم بلونة يبي يستخدم؟ اليوم احنا مو بس نوعي الاطفال والشباب ونوعي كذلك اولياء الامور، لان صحيح. اليوم ولي الامر هو المورد، هو اللي يعني يقدر يمول ابناء بالماده لشراء ادوات الاحتفال. انا طلعت على رزنامه وزاره الاعلام الخاصه بالاحتفالات بالعيد الوطنيه، هذه الرزنامه مليئه بالفعاليات ومليئه بالاحتفالات الجميله اللي هي من بدايه شهر فبراير، وكذلك في يومين 25-26 فبراير ممكن أن نحتفل، ممكن أن نعطي أبنائنا حرية الاحتفال والاستمتاع بهذا اليوم الوطني بشكل جميل، ولكن في الأماكن المخصصة للاحتفال في فعاليات عديدة. أبي أتكلم عن نقطة أخرى. يلا باختصار. باختصار. الآثار كذلك الحوادث اللي قاعدة تسببها البالونات. حوادث البالونة هذه لها وزن، لها ثقل مع الماء، وكذلك لما يتم قذفها بقوة الإصابات. زملائنا في وزارة الصحة تناقشنا معهم إصابات العيون، إصابات الكسور أحيانا، كذلك الأضرار المادية في المركبات. فجميع هذه أضرار يتسبب فيها شيء يمكن إحنا أو الأشخاص يشوفونه إنه هين، إنه مجرد ماء أو بالونة، ولكن أضرارها كبيرة وكثيرة على جميع الأصعدة. مثل ما قلتي هذه رسالة جميلة، وإحنا أيضا يعني ننوه عليها معاج المهندسة خديجة، وتمنى من الكل من خلال وجودك ومن خلال هذه الرسالة أن يأخذون هذه النصيحة بعين الاعتبار ويتم تطبيقها. كل الشكر على وجودك ويانا. طبعا في نهاية هذا اللقاء كل الشكر للمهندسة خديجة عبد الرضا مشاري رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. يعطيك ألف عافية. وأيضا ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع مختلف برعاية وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان. انطلقت فعاليات الورش العالمية التي تنظمها جمعية المهندسين الكويتية. زميلتي أماني. بالفعل، وهذه الفعالية تركز على سلامة وصحة المنشآت الهياكل الإنشائية، وراح يتم افتتاح المقر الإقليمي لجمعية سلامة وصحة المنشآت المدنية.